صور اسم لا النافية للجنس، هنا مفرد، أي والمفرد وليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. إذن المفرد هو ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف، ويكون كلمة واحدة تدل على مفرد أو مثنى أو جمع. طب هنا إعرابه مبني، مبني. إذن نقول اسم لا النافية للجنس مبني على ما ينصب به في محل نصب. إذن اسم لا النافية، قلنا ولذلك أن صور لا النافية للجنس أو اسم لا النافية صور اسم لا النافية للجنس أولا يكون ماذا؟ يكون مفردا. هنا اسم صور اسم لا النافية للجنس وليس خبر وليس خبرها. هنا إذن أولا مفردا، أي قلنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. طب ما إعرابه؟ يكون اسم لا النافية للجنس يبنى أو مبني على ما ينصب به في محل نصب، يعني إذا كان ينصب بالفتحة فهو يبنى، في غير ذلك فهو يبنى على الفتح، وإذا كان ينصب بالياء فهو يبنى على الياء، وإذا كان منصوب بالفتحة فهو يبنى على الفتح، وإذا كان ينصب بالكسرة فهو كان في لا النافية للجنس يبنى على الكسر. لذلك نقول المفرد مثل لا مهملة محبوب. إذا هنا لا، هنا مهملة اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب، ومحبوب خبر لا النافية للجنس. مثنى مثل لا رجلين مهذبان، إذا اسم لا النافية للجنس مبني على الياء، هنا مبني على الياء في محل نصب لأنه مثنى. كذلك لا مهملات ناجحات، إذا مهملات هنا أن المثنى، نحن نعرف أن المثنى ينصب بالكسرة، لذلك هنا سيكون هنا اسم لا النافية للجنس مبني على الكسر لأنه ينصب على لأنه يبنى على ما ينصب به. كذلك لا عاملين مكسرون، عاملين اسم لا النافية للجنس مبني على الياء في محل نصب. طب هنا رقم اثنين، اسم ممكن أن يكون اسم لا النافية للجنس مضاف أي يأتي بعده مضاف إليه، مثل لا صاحب حق ضعيف، ولكن هذا انظروا صاحبة هنا اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح، وهنا أضيف إلى النكرة، انظروا حق هنا نكرة ومضاف إليه أيضا. طب ما إعرابه؟ هنا اسم لا النافية للجنس المضاف إعرابه نقول اسم لا النافية للجنس منصوب، يعني معرب لا ليس مبنيا. لذلك هنا لا رجل سوء محبوب، إذا رجل نقول هنا اسم رجل، هنا اسم لا النافية للجنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طب سوء هنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، هنا انظروا أضيف إلى نكرة، هنا محبوب خبر لا النافية للجنس. طب الشبيه بالمضاف إذا كان ممكن أن يكون اسم لا النافية للجنس ماذا؟ شبيها بالمضاف، وهو ما اتصل به شيء يتمم معناه، وهو غالب أو هو غالبا اسم مشتق. ممكن يكون هذا الاسم، يعني إذا كان اسم لا النافية للجنس اسم فاعل أو اسم مفعول أو صيغة مبالغة، مثل ماذا؟ لا كريما خلقه مهان. إذا كريما هنا نوع اسم لا النافية للجنس هنا شبيه بالمضاف، شبيه بماذا؟ بالمضاف. إذا كريما هنا اسم لا النافية للجنس منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لماذا هنا كريم؟ هنا لأنه جاء بعد، انظروا صيغة المبالغة، لأنه هنا صيغة مبالغة، لذلك هنا إعرابه اسم لا النافية للجنس معرب منصوب. لذلك لا طالبا للعلم كسول، إذا طالبا هنا اسم لا النافية للجنس لأنه هنا أتى هنا اسم فاعل، وهنا للعلم هنا جر ومجرور وكسول خبر لا النافية للجنس. إذا كيف نفرق بينهم؟ إذا اسم لا النافية للجنس، اسم لا النافية للجنس، اسم لا النافية للجنس ممكن أن يكون مفردا، والمفرد هو ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف، يعني ممكن يكون مفرد أو مثنى أو جمع، وحكمه مبني. أما إذا كان مضاف يعني يأتي بعده مضاف إليه، والمضاف إليه يكون نكر، يعني أضافة النكرة إلى النكرة، يكون معربا، نقول اسم لا النافية للجنس منصوب. أما الشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء يتمم معناه، يعني يأتي بعده معمول، وهو في الغالب اسم مشتق، يعني اسم مشتق زي اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصيغة المبالغة وهكذا. ثانيا يكون منونا مثل لا كريما، لا طالبا وهكذا. طب هنا ملخص لا النافية للجنس.